هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا البارح الأحد المحكمة العسكرية البوليدة كانت مسرح لمحاكمة ما كانش تستناو ردة فعل المتهم عقيد كانوا داروه قنصل في أليكونت من 2000 ل 2021 ومن بعد لانه ما يمشيهمش في الخط ديالهم وين يبعثوه يبعثوه الحماقير مركز حماقير انا خدمت في الامن ونعرف واش هذا اللي يحبوا يعاقبوه من الضباط يبعثوه الحماقير من ضمن نشفى الضباط يتعاقبوا بعد ولا جنرال ماجور جنرال رضوان كان من قبل كان ذاك الوقت نقيب كان كابتن عاقبوه ومسكين يعني خاطيه حتى لأنه كان في الديوان تاع مصابر الوصيف الله يرحمه لما تبعد مسافر وصي حاسبين عن الدخل ديالو و باش ما يطلبوش كان يحيى رحال الله يرحمه كان حاب يطلبو لعندو يروح للمداد فيبعدوه بعثوه الحماقير بعثوه الحماقير الحماقير هذي جا مركز على الحدود الجزائرية المغربية هذه ظروف ما تطاقش ابيان بعثوا ليه الكولونيل بن ناصر وعلام شغل العقوبة ما هوش ندير هذا الشيء هذا انسان جامعي درس في جامعات اوروبية عنده مستوى تعليمي وثقافي اللي من المفروض يستغلوه لا ما بقاتش مخابرة الجزائرية ما بقاتش مخابرات تعتمد على الذكاء والكفاءة شنو بلوز ان سيرفيس دانتيليجونس لو رونسينمون سي ان سيرفيس دانتيليجونس ولا لو سيرفيس دو لا بيتيز مخابرة الجزائرية هي مصلحة الغداء مصلحة التغيوليت التغيوليت نعم هذا هو دونك بعثوا بعد ما حكموه داو البليدان لأنهم اتهموه باللي راهو عمل مؤامرة ضد بوعلام بوعلام وضد تبون السيد ناس اللي يعرفوه مش انت وتشيس ولا دائما برو بعثوا سيبير بعثوا القنصل وقال ولكن اللي دبروا له الماكيدة هذه رباعي جهنمي شيطاني متكون من جنرال سيد علي ولد زميرني وخوه حسين عبد الحميد حسين بولحية اللي اسمه حميد أوبلعيد هادو مع زوج خوين معاهم ندل دبروا لهم هاد النكيلة لما جابوه المحكمة البارح حسن شهود عيان الشاب
حضروا المحكمة طلب حضور حسين بولحية المجرم الحرام اللي كان يقتل في الناس كما ناصر جن سي بي ام، طلبوا قال لهم يجي هذا يقابلني مادام خاص انه قضية ربطوها بقضية العقيد دار التعميرات اللي كان حتى هو في مديرية الأمن والتوثيق ومن بعد كان مسؤول مكتب الأمن في باريس في السفارة الجزائرية في باريس، ودخلوا القايد صالح، شوفوا القايد صالح واش دار في الناس، دخلوا رماه الحبس واتهموا بالتخابر مع الجهات الفرنسية. وعلاش دخل مع الجهات الفرنسية؟ قالوا لي ما خبرتنيش، اتصل به وما خبرتنيش. معلاش خبرك انت قائد اركان ما خبركش؟ كتب المدير الامن الخارجي والمسؤول الاول على جهاز الامن كان بوتفليقه الرئيس، وبما انه الرئيس كان غايب وعلاش القايد صالح خليت يغيروا يردوا الاجهزه الامنيه التابعه للرئاسه، الاولى التابعه للرئاسه. دونك هذا لما يرون دي كونت للمنسق الاجهزه الامنيه اللي كان بشير طرطان وسعيد بوتفليقه، والاتصالات مع المخابرات الفرنسيه شيء عادي جدا، لانه كاين تنسيق امني ماهوش من البارح، التنسيق الامني بين جهاز الامن الجزائري وجهاز الامن الفرنسي بدا من سنة 84 مع قدوم شادلي إلى الحكم، تنوعت ولات الجزائر تعمل تنسيق أمني مع الأجهزة الإسبانية، الإيطالية، الفرنسية، الأمريكية، غير ما عندها تنسيق أمني، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية المغاربية، وكان مجلس مغاربي للأمن، وتشرفت أنني كنت في دورة جوان 1990 أنا الأمين العام المجلس، واللي كانت مترأسة الجزائر من خلال جنرال بتشين، ولست شعور تتغير رئاسة وتغير الأمين العام، كان تنسيق أمني ما بين دول. أنا حصل لي أني مشيت لتونس ودرت دورة تكوينية محاضرات وكذا للأمن العسكري التونسي اللي كان ذاك الوقت على رأسه الجنرال بن سليمان، واستقبل الجنرال بن سليمان وانا جيتان سامبل ليوتنون، جيتان جون ليوتنون، كان في إطار تنسيق كان هذا يتم. شوف يعني التنسيق الأمني، هذا الراجل دخله الحبس قال لك راهو تامرت وطارق ميرالي هو ولد سليمان عميرات، طارق عميرات ولد سليمان عميرات، قال راك تخابر مع الخارج. ناصر بوعلا اثناء المحاكمه طلب يجيبوا هذا حسين بولحية والحرام، وزاد طلب قال لهم جيبوا جنرال شنقريحة ونتحداه، قالوا نتحداه لأنه هو اللي راهو يحمي في هذه المجموعة منهم حسين بولحية. هنا بروكيرور ما كانش يستناو فيها، بروكيرور فريد بخاري، فريد بخاري اللي حتى هو عرف الحبس دخل من الحبس وعاود يقرا دابه وعاود يخرجوا وزاو عاود يردوه وزاد عاود خرج ودخله بروكيرور. شوفوا الجزائر كيفاش كي دخلوا الحبس كي ليوتنون كولونيل دخلوا كولونيل. فريد بخاري بالمناسبة باباه راجل
بابا فحال القاسم بخاري كان بروكيرور كان يجي عندي للبيرو وكان ناطر بن ناصر ماشي بن ناصر صغير علينا احنا بن ناصر ابو علام كان بن ناصر واحد اخر نقعدو في فيلا براسا ونحكيو ما خليو لا في الشابلي ولا في العماري ولا في نزار ولا في حتى عن القياده العسكريه خاص عسكر في مصر كنا دي كابيتان في بلادنا لا هو يقول هذا تاع جهاز امن درك يكتبوا بيا ولا حنا نقولوا هذا راهو بروكيرور درك تشمال يدير لنا لا نتكلموا بكل صراحه كلها وعنده لسانه ما كانش هو ولد جاي وتربى في مدرسة شباك الثورة ولدو فريد بخاري حاجة أخرى يقولوا لي بلي صاحب شنقريحة ولد شنقريحة إلا صاحب ولد شنقريحة سي نورمال يخرج من الحبس وراهو بروكيور بعد ما كانوا ديكرادا ودخلوا الحبس وداروا فيه ولكن الكولونيل بن ناصر بوعلام حكاو باباه جنرال ماشي باباه كولونيل يعني الكولونيل القاسم بخاري خرج بجراد كولونيل ما طلعش جنرال خرجوا بوتفليقة في أول زيارة ليه لوزارة الدفاع 42 ساعة يجبو يخرج خرجوا بن ناصر بوعلام باباه كان جنرال جنرال بن ناصر العربي كان مدير القضاء العسكري وقتلوه في اول سبتمبر 2005 في عين دفلة اللي قتلوه هما جماعة الاسكادرون وار تاع اللي كان يقودهم سي ايتو عربي سي جنرال حسن كان في الوقت ليوتنون كولونيل هو اللي حرش لأنه باباه جنرال بن ناصر العربي كان ضد قانون الرحمة اللي خرجوا العسكر باش يسامحوا القتالين ليكون القتالين إنه قال بون خلاص قانون الرحمة قوالو خلاص ما نتسامحوا في بعضنا هاو اليوم مام حسين بولحيا وناصر الجن وجماعتهم فلما تحداهم قال لهم قولوا شنقري حيجي وجيبوا حسين بولحيا ولاو رفعوا الجلسة كيعاودوا رجعوا الجلسة حاول البروكيرور بخاري فريد باش يهدنو ويكلميه وبدا وقال له تراجع على الشيء اللي قلته الكولونيل بن ناصر بوعلام اللي معروف باسم حمزة طلب حماية أنا اللي حماها طلب حماية تبون لأنه قال أنا راني في خطر وصح في خطر لأنه فضح وجه اتهامات ضد ولد زميرلي وشنقري مع التذكير انه لما نحاوه من اليكونت في 2021 حبوا يساووا معاه قالوا له ترجع للمنصب تاعك بصح نتركوك تخدم على الجماعه اللي راهم نسميهم يشوشوا علينا في الخارج تعرف شنو يشوشوا علينا في فرنسا وفي الخارج لازمك تتصيدهم وتدخلهم
وفي نفس الوقت قالوا هادو حاول كيفاش دورهم ضد تبون وضد بوعدام بوعدام، ما دام هادو يحبوا يعني يفضحوا ينتقدوا كذا، قالوا ما عادش ينتقدوا حنا، ينتقدوا تبون وبوعدام بوعدام. قال ما نمشيش في هاد لاكومبينا، ما نمشيش في هاد لاكومبينا. واللي كان قايم بالعملية اللي راح مشاهدر في الموضوع هذا حسين بولحية، الذي يطلب حسين بولحية قالهم جيبوها. ومن بعد تم توقيف الأميرات الرامي، من بعد التوقيف الأول اللي كان رمان قيد صلاح في الحبس، بعد عاودوا خرج زادوا عاودوا وقفوه هو وعمر ولد زمير اللي خو ولد جنرال ولد زمير اللي كان مدير امن الجيش السيد علي. دونك كان عمر ولد زمير لي وكان ثاني كوموندون عبد الرحمن. هذا ريزو تاع دي سي اس ا اللي كان يكومبلوطيو كونتر تبون بوعلام بوعلام ومحاميهم شنقريحة، ومعاهم ثاني هذا الكولونيل معاد واللي يعني يخدموا تحت اوامر شنقريحة ديريكت. داير باش ينقذوا جماعة عمر والتميرلي و طارق عميرات وكامل، الى يومنا هذا ما تحاكموش، مازال مخلينا موندا ديبو عامين موندا ديبو. واش يستناو؟ يستناو ديسمبر 24 باش تلقوهم وغداه تحكي يغلقوا الملف. ولكن البارح تصريح تاع كولونيل بن ناصر قدام القاضي تاع المحكمة العسكرية تاع بليدة قلب الموازين، كشف أمور، مشات الهضره لا بروف وصلت لي الهضره، مشات لانه الناس قالك بون دابور حجره شارين هادو ان كولونيل مثقف يجوا ناس مجرمين يشروها استياء كبير داخل الجيش. الناس اللي كانوا سامعين الان مادام وصلوا تكلمت ودرك كان راح توصل لكامل افراد الجيش، يكون غضب داخل المؤسسه العسكريه، غضب داخل صفوف الجيش الوطني الشعبي. لانه كما نقول ونعاود، الجيش الوطني الشعبي ما عنده ثقه في القياده ديالو، ولا القياده العسكريه عندها ثقه في الجيش. كاين سيباراسيون، كاين واد كبير ما بين هذه. نقول دائما نقطتين اسمعوا مليح، مرها القيادة العسكرية في حالة ما يخرج الشعب الشارع، ما يعطي أمر للجيش باش يخرج الشعب، أبدا أبدا. الدور عندنا. النقطة الثانية، مرها القيادة العسكرية ما تقوم بحرب ضد المغرب، لانها على بالها بلي الجيش الجزائري ما عندوش شيء اللي يقنعو باش يدير حرب ضد المغرب، ما عندوش يدخل في حرب ضد المغرب، على جال بوليزاريو تلعب لي بروحي تحب تقتلني
ونهج مرتي ونيتم ولادي على جرمي على جرم بوليزار. يعني ما عندهمش ثقة في الجيش الجزائري، القيادة العسكرية، البوندي هذا العراية الفيوبات. بقات يعني البارح ما تمتش محاكمة الكولونيل بن ناصر، لأنه أله على حضور حسين بولحية وبقية العناصر اللي راهو يحمي فيها الشنقريحة، واللي هما وراء مؤامرة ضد الشاذلي ضد تبون وصاحبه هذا بوعلام بوعلام. دار المؤامرة تبون جاته بين يديه، ملف جاه بين يديه، صابوا في التليفون اللي نحاوه الهدايا اللي تعرفوها. هاو يجيبوه. عرفتوها لندن، هذا لو راديغو، هذا اللي كان عنده تليفون فيه كلش، وضع فيه واحد سهل عاصي عطى طريحه بالكفوف بركة، بالكفوف لأنه ماهوش تاع لي تاع دبزة. لا رابلوف شتو كاش يبكي يعيط اي 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 كارلوس، كارلوس هذا سي محمد ايت افتيس يعيطوا له جاهيد، هذا زعما اللي تكلف باش يقتلني انا ويبومبي ويقول لهم نطلع له وندير له ولا الوغ. كي نحالو التليفون، التليفون هذاك مشى عند فريد بن شيخ مدير الشرطه، واللي داره من بعد لتبون. تبون كي شافو ولد حرام وخامج ونذل ورخيص وجبان ما عندوش جرام شجاعة، يسيب المؤامرة راهي مدبرة من طرف شنقريحة، وولدو في فرنسا، والجماعة تاع الجبار، وكان كلشي قدامو، عطا كلشي لشنقريحة. واش يدير شنقريحة سي نورمال؟ أوب يحارب جبار ويدوروا على الحرقه اللي في حقوش على واحد قال جا حارق حارق في الطياره من وهر نحي 18 بوليس دخلوا من الحبس، ونحي مدير تاع البوليسي على جال واحد حرق في الطياره، وتبون يتفرج. لا هذه نقول الكولونيل بن ناصر اللي طالب حمايه تبون، ما تجيش تبون هذه يا ربي يحمي روح، هات يا ربي يحمي روحه فقط، هذا معنى لأنه تبون اللي عنده في جرام ثقة نذكره نقول له شوف كيفاش تبون كان يمشي. شوفوا تبون كيفاش يعطوا على يديه وتجيبوه الوقت سيدي خلاص واحد يمرد على يديه ورجليه شرط. تحبوا تزيدوا يعني خلينا السيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا تطوروا الجيريا ايفولوي دوك ما كونش على كوت دي الجيريان اي دي الجيريان او خلي ما خليتونا غير في الترغوزه تعرف شكاش كان ينبخ في سلالة ربط راسو كوم لو كونكر دو لا كلاس، هذاك الغبي تاع القسم لما يوبخو المعلم يحبط راسو هكذا كتبو. هذا واحد يعول عليه باش يغير الجزائر ولا يبني الجزائر ولا يحدث ثوره في الجزائر ولا يواجه واحد بوال كما شنقريحة، أبدا ما تعودش عليه، ما تقدرش تعود عليه، للأسف الجزائر طاحت بين يدين واحد ولد حمار، هذا هو المشكل تاعي.
قول ربي يقدر خير بلادنا ربي بعد عليها من الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وموعدي بكم غدا إن شاء الله. هشام عبود ياشينيرو دوما الإرهاب يا ليشينيرو، هشام عبود ياشينيرو دوما الإرهاب يا